كشفت الحكومة عن سعيها لإنشاء صندوق ثالث للاستثمار في الذهب، وذلك في إطار خطتها لتعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق خيارات الاستثمار المتاحة للمواطنين. ووفقا لبيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، سيتم تأسيس الصندوق الجديد تحت مظلة إحدى الشركات البنك الأهلي المصري، ليكون ثالث صندوق متخصص في الاستثمار في الذهب يتم إطلاقه في مصر خلال العامين الماضيين. لمتابعة وتحليل أكثر تنضم إلينا الدكتورة حنان وجدي الخبيرة الاقتصادية. أهلا وسهلا دكتورة حنان. أهلا وسهلا بحركة يا فندم، مساء الخير. في البداية لو نشرح للمشاهد يمكن بشكل مبسط، ما هي صناديق الاستثمار في الذهب وما هي آلية عملها؟ صناديق الاستثمار في الذهب ببساطة شديدة جدا، صندوق الاستثمار هو زي وزي أي صندوق استثمار موجود في السوق المصري حاليا، ولكن وثيقة الاستثمار بتبقى باكد باي الجولد. بدل ما هي وثيقة استثمار بتطرح من أجل الاستثمار في أسهم مدرجة في البورصة المصرية أو سندات وأذون خزانة، لا، هي باكد باي الجولد أو الذهب. صندوق استثمار مفتوح بيزيد حجم وثائقه بزيادة عدد المكتتبين فيه أو بيقل حجم وثائقه بطلبات الاسترداد اللي ممكن يتم اللي ممكن تتم من خلال الصندوق. الصندوق حجمه 10 مليون جنيه، بيطرح 100,000 وثيقة استثمار بقيمة اسمية 100 جنيه لسعر وثيقة الاستثمار الواحدة، وبحد أدنى 10 وثائق استثمار في الطرح الأولي، بمعنى أن المستثمر يقدر يشتري في الطرح الأولي لحد 10 وثائق ب1000 جنيه فقط، وفي الطرح السنوي ممكن يستثمر ب100 جنيه بس للوثيقة الواحدة بدون حد أدنى. علشان أبسط للمشاهد، بيشتري الذهب بسعره اليوم زيه زي أي مستثمر رايح يشتري من سوق الساغة ذهب بسعر اليوم، وبيبيعه في يوم البيع بس من خلال وثيقة أو ورقة مالية بنفس سعر الذهب في اليوم اللي بيتم البيع فيه. كمان الصندوق ده بيسمح للمستثمر أنه بيشتري وبيبيع أو بيكتتب في الصندوق وبيتخرج منه في أي وقت، مفيش تواريخ استحقاق as usual، مفيش أي حاجة، زيه زي طبيعة الصناديق النقدية أقرب. صندوق مفتوح الاكتتاب والاسترداد في أي وقت، طبعا سعره رخيص جدا بالنسبة للمستثمر، ليه مزايا عديدة كمان. زي ما حضرتك عارفة، أي حد عشان يروح يستثمر في الذهب لازم بيسحب أموال من البنوك وبيشيلها وبيروح لحد أسواق الساغة، دي وثيقة مالية يقدر من خلال التقدم بطلب اكتتاب في الصندوق يحول أمواله بعد طبعا بعض الإجراءات من الشركات اللي بتقدم يعني طلاق اكتتاب واسترداد في الصندوق، يقدر يحول أمواله لوثيقة مالية ويستردها في أي وقت، يحولها لحسابه تاني، مش مضطر يسحب فلوس ويروح يشتري ذهب. ده طبعا يعني كمان خلينا نقول إن ده ماشي قريب قوي مع اتجاه الدولة اللي هو الكاشلس، أو إن احنا بنقلل استخدام الكاش في الأسواق وتبقى استثماراتنا من خلال أوراق مالية أكتر. وطبعا ده أكيد بيسهل على المواطنين التعاملات وأكيد بيزود الإقبال بشكل أو بآخر. وفي نقطة الإقبال أستاذة حنان، بسأل حضرتك دكتورة حنان عن فكرة أنه هذا ليس الصندوق الأول من نوعه، في خلال سنتين شهدنا نماذج مشابهة، ما الذي تعلمناه من النماذج المشابهة؟ ما الذي تعلمناه من إقبال المواطنين على النماذج المشابهة السابقة؟ الحقيقة أن النماذج المشابهة لا، أكدت أن في إقبال من المستثمرين على الذهب. هو فكرة الصندوق بما أنه فكرة جديدة، يعني كل ما بيحصل شيء من التوعية بنلاقي فيه إقبال أكبر، وأنا شخصيا بتوقع أنه أي أن الفترة الجاية ممكن يحصل فيها كمان أو يتم تأسيس صناديق استثمار في الذهب أيضا، يعني غيرنا إحنا أو غير الصندوق الثالث ممكن نلاقي رابع وخامس. الموضوع بيبقى مع التوعية والتثقيف مهم جدا، ولكن الغريبة انه المستثمرين بيبقى فيه بمجرد ما بيسمع طبيعة الصندوق وكيفية الاكتتاب والاسترداد ازاي بيحتفظ فلوسه في الذهب، مش مضطر يشيله، في شركة متخصصة هي اللي بتحفظ الذهب، زي طبعا ايجي كاش، دي الشركة اللي بتحفظ الذهب في الصندوق، وشركة طبعا تحت رقابة البنك المركزي، وشركة معتمدة من الها او
مسجلة في سجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، هي اللي بتتاجر في الذهب جي ان تي. فلما المستثمر بالفعل بيشوف حوكمة الشكل المالي للصندوق، لا بيبقى فيه اقبال، بنلاقي ان هو يعني حابب يدخل وحابب يجرب. بالنسبة للمستثمر الكبير الانستيتيوشنز على سبيل المثال ما يقدروش يشتروا أو يستثمروا في ذهب عيني، إنما يقدروا يشتروا وثائق صناديق استثمار أيا كانت الوثيقة أو أيا كان نوع الصندوق إيه، صندوق استثمار أيا كان نوعه يعني، لكن يقدر يشتري وثائق استثمار. دايما هنلاقي إن معظم القطاعات العامة والهيئات والشركات العامة والكبيرة عامة ما بتقدرش تشتري ذهب بشكل عيني، لكن ممكن تشتري خلال وثائق مالية، فدي كمان بتدي فرصة للمؤسسات الكبيرة إنها تشتري وتخزنه وتبقى حاسة إن الموديل أو النموذج محكم وفي إفصاح وشفافية وكنترول دبي الهيئة العامة للرقابة المالية والتخزين في محله ومراقب بشكل معين. فكل دي يعني طرق أمان وجديدة، ويعني أنا شايفة أنه يعني بشكل كبير المستثمرين في السوق في إقبال على الموديل. يعني المستثمرين في هذا الصندوق هيكونوا من ناحية الأفراد اللي احنا تابعنا أنه على مدار يمكن السنتين اللي فاتوا ازداد جدا اهتمامهم بالذهب بشكل عام، وازداد حتى فهمهم لتحركات أسعار الذهب حتى على المستوى العالمي وحتى الانستيتوشنز. طيب لأي مدى حضرتك في بداية ردك على هذا السؤال قلتي أنه بنتوقع في الفترة القادمة مزيد من هذه النماذج ومزيد من الإقبال، لأي مدى ممكن نربط بين مزيد من الإقبال وبين لما الفاد يبدأ يخفض الفائدة؟ طبعا يعني بنسبة كبيرة ما عادش في يونيو، ولكن متى يخفض الفائدة ساعتها بتتوقعي الإقبال يكون قد إيه ويكون من أنهي أكتر، المستثمرين الأفراد أم المؤسسات؟ والله هي مش خلينا برضو نرجع نأكد انه طبيعة الاستثمار في الذهب مش مرتبطة قوي يعني اسعار الفايدة هتتحرك لفين، وطبعا احنا كنا عارفين الى حد كبير اسعار الفايدة مرتبطة مين ليه بالتضخم وزياداته. لكن برضو نرجع نأكد، وانا يعني بقول انه الذهب ده استثمار طويل الاجل بيناسب شرائح معينة من المستثمرين. في بعض المستثمرين سواء مؤسسات أو أفراد بيحبوا يحط فلوسهم في الذهب بس بيقابلهم مجموعة من المخاطر، فكرة الصندوق بتقلل المخاطر دي عليهم. يعني فكرة الاستثمار أو يعني خلينا بس نفرق برضو أنه يعني الاستثمار في صناديق ذهب مختلف تماما عن الاستثمار في صناديق أسهم أو الاستثمار في ماني ماركت. يعني ماني ماركت ده شورتر، الناس بتحط أموالها وبتبقى عايزة فايدة معينة بشكل يومي علشان تستفيد بيها أو علشان بتعتبرها يعني شبه الحسابات الجارية بس بتدينا عوائد نقدر نسترد أموالنا في أي وقت على حسب طبيعة احتياجاتنا. لكن هو فعلا الذهب إلى حد كبير زي الاستثمار العقاري، لا هو طويل الأجل. صح. يعني هلاقي دايما المستثمرين اللي حابة تحط أموالها في الذهب حابة تقعد فيه شوية عشان تقدر تشوف ريتيرن مناسب أو تقدر حتى تحفظ تتحوط من التضخم اللي ممكن يحصل في أي وقت أو أي تقلبات اقتصادية وسياسية تقدر تتحوط وتحافظ على قيمة أموالها. هتلاقيها حابة إنها تحط أموال في الذهب مينلي يعني إيفن بقى فيزيكال أو حتى من خلال ورقة مالية. فده نوع وده نوع، ده بيناسب دايما بنقول طبيعة من المستثمرين المغامرين على سبيل المثال بالنسبة للأسهم المدرجة في البورصة، والمساهمين اللي لا عايزين سيكيوريتي أو سيف ريتيرنز يقدروا يحطوا فلوسهم في صناديق دخل ثابت أو صناديق نقدية، أو بيروحوا يربطوا أموالهم في شهادات لمدة زمنية معينة علشان يقدروا يعملوا جيننج او ارباح لفترات معينه بتناسبهم. هو الذهب لا، ده استثمار طويل الاجل. بعض يعني حتى هنشوف ان بعض الدول وبعض رجال الاعمال مؤخرا حطوا يعني احجام كبيره جدا من اموالهم في الذهب، ده حتى البنوك المركزيه العالميه زادت حيازتها من الذهب بشكل كبير في السنه الاخيره. بالظبط، ده دي سلعه استراتيجيه سواء للافراد، سلعه استراتيجيه للمؤسسات. اي ازمات سياسيه اي ازمات اقتصاديه احنا بنهرب باموالنا، بنحب نحطها في سلع سوليد زي ما بنقول سوليد، نقدر نحطها ونبقى مطمنين ونتحوط من ان فلوسنا او اموالنا ما يحصلهاش تخفيض يعني ما تقلش قيمتها. فده طبعا الصندوق
اختراع بالنسبه لبعض المؤسسات والافراد كمان. يعني فكره صحيح. انه احنا مش مضطرين نروح نشتري حجم سبائك واتيفر من سوق الصاغه ونخزنه في خزنه مثلا وندفع ايجارات ليها ويترد على المواطن انه لا ده مش موجود هذا العدد او ما فيش امكانيه للدفع غير عن طريق الكاش. وفكره النسب اللي بتكون زياده هي اكيد طبعا ميزات مهمه للغايه هتكون يمكن مشجعه يمكن بشكل أكبر بالنسبة للمواطن. شكرا جزيلا دكتورة حنان وجدي الخبيرة الاقتصادية على كل هذه التفاصيل.